الفنان حسن دهماني قال لي راني عمري ما نقول حنا بعل لا في اي وقت راني نجي. هذا واجب. يعيشك يا سيدي، مرحبا بيك وتنورنا، واكيد اللي تبعوا فينا تو انت محضر العود دونك باش نسمعوا اغاني في المباشر باش نستمتعوا بهذا صوت الجميل في الصباح. ونحب نقول لك ساعه شنو احوالك؟ لاباس؟ صحه بخير؟ الفن لاباس؟ والله الحمد لله دائما وابدا نسعى باش نكونوا موجودين في الساحه الفنيه. يعني الفنان من واجبه كونه يواكب عصره وكونه يكون مرآة للمجتمع ويكون مرآة في وقته ويحاول يحط النقاط على الحروف. نعم. في بعض الأحيان طبعا. نعم. ما يزموش يكون منطوي تحت حتى تحت معناها يكون حر ومتمرد كما عهدناه معناها. شو رأيك المصافحة بداية للمشاهدين تكون غنائية ومن بعد نحكي شوي؟ خلي العين تراب، نحلف لك اللي نسين مازال مفوح بجواك. وينك يا حبي يا حب، وينك يا 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 حب، وينك يا يا حبي، وينك يا حبي يا حب، وينك وينك واشعلت ليام معاك، وين حيك في انا بلاد وشني احوالك لباس. كبرت وصار عندك أولاد تجري ورا الخبزاك الناس، ولا وحداني وملموم تعرف يا حبي لليوم ما تغيرش طعم الكاس. أنا وإنت اللي تغيرنا، كبرنا كل واحد في ثنية، كل ثنية تزيد في عمرنا تسرق من أحلامنا شوية. وينك يا حبي يا حب، وينك يا 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 حب، وينك وينك واشعلت الأيام معاك. حلوة برشا. أكيد مش تصفيقتي وحدي في الكواليس، زادا يصفقوا على الفنان حسن الدهماني. قصة جميلة ومزة ورائية هكا مع ذكريات مع الماضي. أكيد كل إنسان عنده ماضي وساعات يكون فما شوية حنين لبعض الذكريات. طبعا كلمات الشعر المتميز اللي نحيي بالمناسبة آدم فتحي. نعم. والحان الفنان والمطرب الكبير العربي لطفي بوشناق. نعم، ايه تحية الفنان لطفي بوشناق وتحية الفنان ادم فتحي، نغم جميل جدا، مبروك عليك هالمولود الفني الجديد. واصل سيدي. مازالت تونس في شتانا تمسح بسواب على المطر، حروف الحب اللي كتبنانا على شجرة في باب بحر، وما زالت الحلفاوين تكون بجري وتسقي الأحبر، وما زال باب سويق حنين كيشوف طفلة قلبه يدق، وما زالت لمدينة العربي ما تعرفش وين تخبي ريحة الداد والوشق. أنا وإنت اللي تغيرنا، كبرنا كل واحد في ثنية، كل ثنية تزيد في عمرنا وتسرق من أحلامنا شوية. وينك يا حبي يا حب، وينك يا 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 حب، وينك يا حب
حبي يا حبي وينك يا حب وينك وينك واش عملت الايام معاك. يعطيك الصحة عبي، نحب نقول حاجة. أنا حسيت أحسن أنت بيتك حاببها الغنية برشا وشيخ علي، وهذا هو الفنان وقت يكون مقتنع بنغم جديد مهما يقول الناس هو مقتنع بها ترضي غروره. لأنها بالحق هذه الأغنية عملت منعرج في مسيرتي الفنية لها توا أكثر من 13 سنة. نعم. واعتليت بها المسرح البلدي في مشاركة في مهرجان الأغنية. أما نسيناها كمان، حسيناها جديدة. أي ديما جديدة. هي أغنية تنجم تغنيها على تونس، تنجم تغنيها على حبيبتك، تنجم تغنيها على الدنيا الكل، لأن فيها ريحة تونس. نعم. وفيها تاريخ، وما فماش شكون معناها ما حبش وما وصلش تحس الأغنية هذه معناها صالحة لكل زمان، تنجم تغنيها في أي وقت. حتى لكل زمان ومكان. في كل زمان وفي كل مكان. بي حكيت أنت على الماضي وعلى الحاضر توا، شنو تبدل في حياة الفنان التونسي قبل بطموحاته اللي كانت محملة برشا أمال برشا يعني أحلام برشا أهداف قاعد يرسم فيها منذ زمن، وكان يتوقع أنه ربما هذه الصائفة وإلا الصائفة الفارتة باش تكون الأرضية ملائمة والأبواب مفتوحة، محاولة منه أنه يحقق ولو البعض من أحلامه الفنية. هي قلت لك من الاول معناها الواجب على الفنان كونه يشتغل. والخدمه تجيب باذن الله بعد، ولكن ما فماش. انت فهمت قصدك معناها ما قبل 14 وما بعد 14. هو الفنان قبل 14 فنان وبعد 14 فنان اكيد، ولكن فما بعض الظروف اللي ما كانتش مريحه لكل الاسماء. والله العظيم فما ناس معناها مع كل احتراماتي للناس كل معناها كانت كل من فشل قبل 14 معناها يحط على النظام السابق. شهاده يا سيدي صريحه وبارك الله فيك. لا بالحق معناها ما نحطوش الفشل نتاعنا في الناس او في الاعلام او في كذا، على الفنان قلت لك ان يخدم ويواكب الخدمه نتاعو، ما يغنيش اغنيه ولا يسجلها ويحطها في الجاردروب نتاعو ولا في كرهبته، لا لازم تمشي وراها وتبثها وتحاول تغنيها اكثر من مره، هذاك باش الناس تقرب اكثر لانتاجك. طبعا وسائل الاعلام دورها كبير برشا، واحنا في حاجه للاعلام، يعني الفنان بدون اعلام وبدون صحافه مرئيه ومسموعه ما ينجمش يوصل. فاحنا الانسان لازم يحاول ما يكتفش ديه، ديما يكون عنده امل، ديما يكون طموحه اكبر من اللي عمل الاغنيه، ديما الفنان الاحباط ما ينجمش يخمم فيه حتى لحظه. لانه وصلنا لدرجه ترجينا سورتو البيريود الاخرى، ولكن الحمد لله هذا مخاض نتاع ولادة دولة جديدة، تونس اللي نحبوها، تونس اللي نتمناوها. فمن من العادي جدا كونه باش وقت اللي قربنا لبعضنا اكثر، لانه ممكن في الزمان اللي تعدى كنا ما كنتوش يد واحده باتم على الكلمه، والا كنتوا يعني فريق هوني وفديك لا، مش الناس الكل يد واحده، على عكس اللي قاعدين واخيرا معناها الحمد لله احنا كفنانين. اختي ايمان سامحني، تفضلي. مؤخرا معناها اثبتت اللمه ويزمنا نحبوا بعضنا في مصلحه بعضنا. مش واجب عليك باش تحبني، لكن وقت نقعد معاك لازم تخمم في مصلحتنا انا وياك. انا نجم نختلف معاك، ولكن مانيش ضدك كونك انت تحب تنجح الايميسيون تاعك. فلازمني نكون مساهم معاك في الايميسيون، مساهم معاك في ليماج دو مارك نتاعك ونتاع القناه ونتاع اي صحيفه او اي قناه. كيلكو سوا كانت راديو ولا فالفنان هنا ما لازمناش نغيبوه، لازم يكون موجود سورتو تونسي. بصراحه قاعده نحس توا اللي فما برشا موضوعية في كلامك، وتحكي بتروي بعد يعني من الأول أشو توا الأمور ركزة أكثر، دونك ما فماش برشا انفعال بعد قرار وبعد كونفرنس دو بريس متاع وزارة الثقافة. وقت اللي الفنان التونسي يخدم برشا وإلا يرى، هو ربما ما يكونش عنده نظرة موضوعية، هو يرى أنه أعماله اللي خدمها كلها 10 على 10 وطيارة، ويلزمها تتشاف ويلزمها تكون موجودة في أهم المهرجانات ويطلع على المسارح متاعنا الكل. وقت اللي يجي قرار من وزارة الثقافة أنه الملف هذاك لم يقبل، وإلا وجود 6 سهرات تونسية على 27 سهرة بمهرجان قرطاج، يحس روحه تظلم. توا بعد الأيامات هذوما وبعد ما الإنسان هكا قعد مع روحه، وبرد نحكي معك كفنان كممثل زايد على بقية الفنانين كنقابة، شنو رأيكم في اللي صار؟ والله اللي نفرحوا له هو من احنا رانا ضد التصعيد وضد باش نعملوا مشاكل اللي البلاد ما تحتملش اكثر من اللي هي فيه.
فاحنا كانت معناها احتجاج على انسان ساعه يحس في روحه حتى في البيت في الدار. انا بار اكزومبل عندي امي تحايل ساعات تحايل مع اخويا الصغير فنحتج نقول هاي شنو معناها انا وانا فين. فهذاك اللي صار معناها وزارة الثقافة ما هي إلا أم للمطرب للفنان. نعم. والمبدع. نعم. التونسي في وقت اللي يحتج عليها مش معناها يكرهها ولا تخلي معها، هو ساعات اللوم يجي كان مع الناس العبد اللي انت تحبه. هذا هو من محبتنا وغيرتنا على تونس وعلى ثقافتنا عملنا هل ما نقولش وقفة احتجاجية ولكنه موقف احتجاجي، وكان معناها ياسر بكل ترمية متحذر. يعني ومتحذر. نعم. وما وإحنا راهو حتى الناس اللي تكلموا وتعديوا على حرمة أشخاص احنا أبرياء منهم. نعم. فنقابتنا وتوا قاعدين نتفاوضوا معناها مع الاتحاد العام التونسي للشغل البارح، أنا في اون ديبلاسمون لغالب ما حضرتش معاهم ولكن كنت حاضر بغيابي معناها لأني من ضمن الخيال كل نقابة اللي يترأسها الفنان الكبير وأخونا الكبير اللي أنا أقول عقل الحكمة وعقل التروي الفنان الكبير لطفي بوشناقي. نعم. نحييه ونحب نقول للخيان اللي ما انضموش لهذه النقابة وقالوا بشنقت النقابة في هذا رو مش صحيح وما هوش واقع، وكل من يقرب لنا ويجي يحضر في جلساتنا يعرف اللي الكلام هذا ورد على أصحابه. نعم. احنا باش نوصلوا في الحوار حبيتك تشوف معي الفقرة هذه الخاصة بالمهرجانات الصيفية وبعد نرجع باش نحكيه شوية، أما نسمع أكثر فن أصيل في المباشر. خليكم معنا احنا رجعين. دورة 48 مهرجان قرطاج تم برمجة 6 عروض تونسية من 27 عرض. علاش هالإقصاء؟ عنا فنين، عنا مبدعين، عنا